هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا نعمل صلصه معاها ظريفه جدا تتقدم مع الوصفه. هيبقى معانا نص كوبايه قرع مكعبات صغيره ويكون مستوي طبعا، ربع كوبايه بصل اخضر مكعبات صغيره، ربع كوبايه ريحان طازه مفروم، ويكون في طماطم ميه متوسطه الحجم مكعبات صغيره، معلقه ونص صغيره خل ابيض، معلقه كبيره زيت زيتون، ربع معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره فلفل اسود. ليه محددين الملح والفلفل في المقادير؟ علشان ده للاطفال برضو، فما نحطش حاجه تبقى ملحها او الفلفل بتاعها عالي، لان هم حساسين جدا 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 للطعم عننا يا كبار، فنخلي بالنا. زيت الزيتون اهو، والخل اهو، معلقه زي ايه، حاجه بسيطه عشان ما يبقاش زياده، والبصل الاخضر هتبقى ملونه وجميله وان شاء الله تعجبهم. الالوان دايما بتشد الاطفال، ومعانا الريحان يتعودوا على طعمه من صغرهم عشان ما يستغربوش لما يكبروا. كل حاجه نعودها لهم، ونحط بقى الملح والفلفل اخر حاجه، وده هنقدمه في بوله شكلها حلو كده مع البانكيك. بس كده، دي كده خلصت معانا.